وتستمر المملكه في خطواتها المتسارعه والراسخه في تحديث بنيه الدوله على جميع المستويات بما في ذلك المستوى الاجتماعي ولان المملكه بقياده ملك الحزم والعزم خادم الحرمين الشريفين تعي جيدا كيف أن الوقت بات ملائما للخطوة الجديدة في استكمال دور المرأة في مجتمعها تأثرا وتثرا، وبالتالي الأمر السامي بوضع اللائحة التنفيذية تمهيدا لتمكين المرأة من قيادة السيارة. ورغم ان هذا الملف الذي ظل محاطا بالكثير من الجدل سابقا لابعاد اجتماعيه محضه لا علاقه لها بتوجه سياسي او حكم شرعي الا ان الوقت الذي تعيشه المملكه ومكانها ومكانتها حكومه وشعبا اصبح مهيا لقرار مثل هذا تبعا للتغيرات المجتمعيه التي اصبحت تلتمس ذلك القرار وتترقبه الأمر السامي جاء مفصلاً وموضحاً بأن الإجراءات ستسبق بدء التنفيذ الفعلي، ومن ذلك تهيئة وتفعيل البنية التحتية على كل المستويات، ليضع بذلك خادم الحرمين الشريفين حجر الأساس في مشروع يستلزم توفير المناخ والبيئة المناسبة له.